المقاومة لن تتدع بمثل هذه السياسة الاغتيالات. إسرائيل اغتالت أحمد ياسين ورنتيسي وأبو عمار، وكلما كانت تغتال شخصية كان يخرج أكثر من شخصية، وأعتقد أن بدل مازن فقهاء سيكون أكثر من مازن فقهاء، ولذلك هذه سياسة غبية. إسرائيل لم تستفيد من السابق كي تحدد مسار المستقبل الشعب الفلسطيني مع إنهاء الاحتلال، وطالما بقي الاحتلال أعتقد أن العمل سيبقى مستمرا ولن يثنيه أي عمليات اغتيال.